السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي أدبي لمادة الجغرافيا مع مستر أحمد فتحي، تابعونا على قناة درس التعليمية. احنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الوحدة الأولى اللي هو مدخل إلى جغرافية التنمية، وتعرفنا على الدرس الأول اللي هو مفهوم التنمية ومبادئ التنمية ومتطلباتها ومجالاتها. وفي الدرس الثاني في الحلقة السابقة اتكلمنا على التقنيات الحديثة في جغرافية التنمية اللي هم الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتعرفنا على المصطلحين مفهوم كل منهما، واتعرفنا على دورهم في الجغرافيا، اتعرفنا على دورهم في النشاط الاقتصادي، وقلنا أول حاجة في مجال البيئة، اتعرفنا على دور التقنيات الحديثة في اكتشاف الموارد المائية خاصة في المناطق الصحراوية، في مناطق اللي يوجد فيها فواصل وشقوق وانكسارات ما بين الصخور، ودي استفادت منها بعض الدول اللي بتقع في المناطق الجافة زي شبه الجزيرة العربية وقلناها كمثال، وبعض الدول العربية لاكتشاف المياه الجوفية لاستخدامها في الأغراض المختلفة. ثم بعد كده اتكلمنا على اكتشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة باستخدام الأشعة الكهرومغناطيسية، وقلنا عن طريق المرئيات الفضائية والأقمار الصناعية واستخدام الاستشعار من بعد في إطلاق حزمة من الأشعة الكهرومغناطيسية اللي بتخترق طبقات سطح الأرض، لتعرفني نوع الصخر الموجود تحت الأرض وما يحويه من معادن، وارتداد الأشعة بيختلف معاها من معدن إلى آخر على حسب كل معدن وخصائصه، فبتختلف انعكاسات الأشعة وألوانها، فأقدر أتعرف على الحديد أو النحاس أو البوكسيت أو قلنا الكالسيوم أو المغنيسيوم أو أي معدن من المعادن اللي أقدر أن أنا أحددها من خلال خصائص المعدن واختلاف ألوان الأشعة. بنتكلم بقى على مجال الاقتصادي، وقلنا نتعرف فيه على ثلاث حاجات اللي هو في مجال الزراعة، ثم في مجال النشاط الصناعي، ثم في اكتشاف الآثار والسياحة. أول حاجة قلنا في مجال الزراعة، إزاي أستفاد من تقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية في المجال الزراعي. بنقول لا يمكن إحداث تنمية زراعية بدون توفير الدراسات الجغرافية، دي ممكن برضو تجيلك بما تفسر أو وضح ذلك، أو العلاقة ما بين التقنيات الحديثة والنشاط الزراعي. تساعد التقنيات الحديثة في المجال الزراعي في عدة عوامل ونقاط. هنبدأ بالنقطة الأولى، التنبؤ بإنتاجية أي محصول قبل الحصاد. أنا من خلال المرئيات الفضائية أو الصور الجوية بصور الأرض الزراعية، فأقدر أعرف إن أنا أتنبأ بمساحة الأرض الزراعية وإنتاج المحصول حتى قبل حصاده، أعرف كميته قد إيه. تاني حاجة، سرعة التنبؤ بالتقلبات المناخية اللي بيتعرض لها المحصول الزراعي زي موجات الصقيع أو ارتفاع درجة الحرارة بيسميها الموجات الحارة، وأقدر أتفادى المزارعون يتفادوا لآثارهم الضارة. يعني أنا ممكن أقول في موجة حارة جاية خلال 48 ساعة القادمة، فيقدر الفلاحين هم يغطوا الأرض الزراعية عن طريق الصوبة الزراعية بالمواد البلاستيك، ومن خلالها أقدر أوفر جوه المناخ اللي هو يتفادى بيه موجات الصقيع عشان أحافظ على المحصول الموجات الحارة. طب لو جات لي موجات باردة جدا نفس الحكاية، ممكن ان انا برضو افرد البلاستيك على الارض الزراعية ووفر داخله درجة حرارة تناسب المحصول، يبقى انا اقدر اتفادي الاثار المناخية، شدة الحرارة او شدة الصقيع والبرودة على اتلاف
المحاصيل الزراعية، فأقدر أنا أحافظ عليها من خلال الأقمار الصناعية والمرئيات الفضائية وظاهرة الاستشعار من بعد. كذلك يمكن التعرف على رصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وسن القوانين الرادعة لحماية الأراضي الزراعية. كلكم عارفين الأحداث الجارية حاليا إن بعض من تعدوا على الأراضي الزراعية وبنوا عليها، الدولة دلوقتي بتحصد هذه التعديات، لأن اكتشفنا إن 30,000 فدان كل سنة بتفقدهم الدولة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية. يعني الرقعة الزراعية اللي احنا بناكل منها في مصر بتبدأ تتناقص بسبب ان بعض الناس اللي هم مش فاهمين أهمية الأرض الخصبة الزراعية، ان هو يتعدى على الأرض ويبني عليها مباني عشان يسكن فيها ونفقدها كتربة خصبة زراعية لإنتاج المحاصيل. طيب المفروض أنا أعمل إيه؟ أنا من خلال المرئيات الفضائية والصور الجوية أقدر أصور كل الأراضي اللي تم التعدي عليها وأسن القوانين، يعني أصدر القوانين اللي بتحرم التعدي على الأراضي الزراعية أو تمنع ذلك. يبقى من هنا رصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وسن القوانين الرادعة لحماية تلك الأراضي من التعدي عليها. رابع نقطة يا أولاد، زي ما أنتوا شايفين الكشف عن إصابات بعض المحاصيل الزراعية ببعض الأمراض والآفات الزراعية. الآفات اللي هي الحشرات اللي هي بتضر بالزراعة، عشان يكون عندي مبيد حشري أقدر يكون في سرعة للتدخل لحل هذه المشكلة. طب أنا عرفت منين؟ عن طريق المرئيات الفضائية والصور الجوية، التقطت صور للأراضي الزراعية لقيت الورق ده أخضر والورق ده مصفر. الاصفر ده أكيد أصابته مرض من الأمراض أو حشرة غيرت من لونه، يبقى أقدر بسرعة أتدخل وأشوف اللي حصل وأقدر أن أنا أحل المشكلة باستخدام المبيد الحشري المناسب ضد الآفة المعينة اللي أقدر أقضي عليها، زي كده الآفات اللي بتصيب محصول القطن أو بعض المحاصيل زي القمح والأرز وكل ده أقدر أقضي عليها قبل ما هي تدمر المحصول وتقضي عليه. يبقى أفادتني في النقطة دي الاستشعار من بعد والمرئيات الفضائية في الكشف عن إصابة بعض المحاصيل ببعض الأمراض أو الآفات لسرعة التدخل وحل هذه المشكلة. النقطة الخامسة، التعرف على خصائص المجاري المائية اللي هي الترع والمصارف والأنهار ومدى تأثرها ببعض المشكلات، زي نمو الحشائش في الصورة اللي قدامك دي في مجرى نهر النيل. احنا عارفين ان في مجرى نهر النيل او بعض الترع او المصارف بينمو حاجة اسمها ورد النيل. ورد النيل ده من خلاله بفقد حاجتين، اول حاجة بيعيق عملية الملاحة داخل النهر، السفن ما بتعرفش تمشي بسبب تراكم ورد النيل أمامها. تاني حاجة إنه بيمتص كمية كبيرة من المية بدل ما نستفاد بيها في زراعة المحاصيل الغذائية أو النقدية اللي بيعها واستفاد منها، لا ده أنا بتضيع عن طريق ورد النيل. يبقى أنا أقدر من خلال هذه النقطة التعرف على الحشائش الضارة في مجرى المجاري المائية زي الأنهار أو الترع أو المصارف وطهرها عشان أحافظ على المجرى وحافظ على المياه، وأستخدم المجرى للملاحة وأستخدم المياه في زراعة المحاصيل الغذائية أو المحاصيل النقدية. ده بالنسبة للتنمية الزراعية. طيب هننتقل للنقطة اللي بعدها في مجال التنمية الاقتصادية اللي هي الصناعية. احنا قلنا التنمية الاقتصادية هناخد فيها التنمية الزراعية اللي احنا لسه قايلينها، تاني حاجة التنمية الصناعية، تالت حاجة التنمية السياحية واكتشاف الآثار. هنمسك دلوقتي مجال التنمية الصناعية. تتطلب التنمية الصناعية توافر الدراسات الجغرافية لتوزيع المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومصادر الطاقة المناسبة وحاجة السوق من المنتج الصناعي، مع تحديد
أنسب المواقع لتوطن صناعة محددة. يعني على سبيل المثال لو مسكنا صناعة من الصناعات زي مثلا صناعة المواد الغذائية، دي تكون بالقرب من إنتاج المواد الخام ولا بالقرب من السوق؟ طبعا لو أنا بتكلم على مواد غذائية زي منتجات الألبان مثلا، يبقى لازم تكون بقرب السكان، بقرب السوق. ليه؟ لأن دي سريعة التلف، فلابد أن أنا أكون أوطن المصنع قرب السكان عشان أول ما ينتج المنتج ينزل للسكان بسرعة يقدر يستهلكوه قبل أن يحصل له عتب أو أن هو يبوظ. يبقى من هنا بنقول أن تتطلب التنمية الصناعية توافر الدراسات الجغرافية لتوزيع المواد الخام المستخدمة ومصادر الطاقة المناسبة، وحاجة السوق من المنتج الصناعي أحدد الأسواق واحتياجاتها مع تحديد أنسب المواقع لتوطن صناعة محددة. يبقى خلي بالك في مجال التنمية الصناعية لابد من التعرف على المواد الخام ومصادر الطاقة وحاجة الأسواق لسلع وصناعات معينة، وعرف أنسب المواقع لتوطن صناعات محددة. طيب لو أنا اتكلمت عن المجال الثالث في التنمية الاقتصادية اللي هو مجال التنمية السياحية واكتشاف الآثار، الصورة اللي قدامنا مبينة لنا الآثار والمناطق السياحية، فتستخدم الصور الجوية والفضائية في تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات سياحية، كما تساهم في الكشف عن المواقع الأثرية. يبقى عن طريق الاستشعار من بعد وإطلاق حزمة من الأشعة تخترق طبقات سطح الأرض تعرفني تحت الأرض يوجد مقبرة فرعونية ويوجد بها آثار ولا لا، وأعرف عمقها تحت سطح الأرض على عمق قد ايه، واقدر اعرف مساحتها، واقدر ان انا ارى ما بها من كنوز واثار للمصريين القدماء قبل ما احفر واكتشف المقبره واطلع الاثار. يبقى تستخدم الصور الجويه والمرئيات الفضائيه في تحديد انسب المواقع لاقامه مشروعات سياحيه. انا بعمل منتجعات، بعمل كرة سياحية زي ما كده استخدمنا الصور الجوية في تنمية الساحل الشمالي في مصر، زي في اكتشاف السواحل بتاعة مناطق زي شرم الشيخ، زي دهب، زي مناطق في الغردقة. يبقى كل ده أقدر أتعرف عليه من خلال الصور الجوية والمرئيات الفضائية، كما تساهم في الكشف عن المواقع الأثرية. أقدر أتعرف بدل ما أنا أكلف تكاليف كبيرة وأدخل بالمعدات داخل الصحراء وأبدأ أن أنا أنقب في المنطقة دي وملقاش، وأرجع أنقب في المنطقة دي وملقاش، ويتكلفني أموال كثيرة ووقت كبير. لا، أنا أقدر أتفادى الوقت اللي هو الزمن، وأقدر أتفادى التكاليف الاقتصادية المرتفعة بأن أنا أحدد المواقع الأثرية عن طريق المرئيات الفضائية والاستشعار عن بعد واستخدام التقنيات الحديثة في التنمية الاقتصادية وخاصة التنمية السياحية. طيب كده عرفنا على الثلاث مجالات بتوع التنمية الاقتصادية. ننتقل للتنمية البشرية، قلنا ناخد فيها مجالين اللي هو التخطيط العمراني اللي هو مجال النمو العمراني، وتاني حاجة المجالات الصحية والطبية. بيقول لك أفادت جغرافية التنمية كثيرا من تقنيات الإشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة السكان وتحسين ظروفهم الحياتية. طب ازاي؟ اقول لك التالي، اول حاجه في مجال النمو العمراني، يجي لك يقول لك بما تفسر لتحديد انسب اشكال التخطيط العمراني والخدمات المطلوبه. انا عايز اخطط لانشاء مدينه زي مدينه مثلا 6 اكتوبر،
أو زي ده في الجيزة أو في القاهرة زي ما عملنا كده القاهرة الجديدة. عايزين نعرف أنسب المواقع لإقامة مدينة عمرانية، مش بس كده، وعرف اتجاهات النمو العمراني في المدن اللي أنا أنشأتها. يعني في مدن قديمة زي مدينة القاهرة ومدينة الجيزة، عايز أعرف فين اتجاهات النمو العمراني اللي أقدر أتوسع فيها للسكان، لأن كل فترة بتزيد أعداد السكان ولابد أن أنا أعمل لهم اتجاهات للنمو العمراني يتناسب مع الزيادة السكانية. يبقى هنا في مجال النمو العمراني أول حاجة بحددها أنسب أشكال التخطيط العمراني والخدمات المطلوبة. طب إيه كمان؟ كما يمكن تحديد اتجاهات النمو العمراني لأي مدينة أو قرية من خلال مقارنة المرئيات الفضائية لسنوات مختلفة، ويمكن من خلال ذلك التنبؤ باتجاهات النمو المستقبلي لأي تجمع عمراني، ومن ثم إمكانية وضع الخطط الملائمة للتنمية. طب بص على الشكل المقابل هيوضح لك مدينة شبين الكوم عام 1972 وعام 2010. الصورة اللي على اليمين بيبين لك عام 1972 كان النمو العمراني كثافته قد ايه. تخيل بقى عام 2010، بص توسعنا قد ايه، كل ما بيزيد السكان بيبداوا ينموا العمران ويزودوا في الوحدات السكنيه. عشان كده بتوضح لي هذه الصوره مدى النمو العمراني لمدينه شبين الكوم. في مجال الخدمات الطبيه والصحيه هناخد فيها مجالين، تتعدد مجالات استخدام التقنيات الحديثه في الجغرافيا الطبيه والصحيه. طب أعرفها إزاي؟ عن طريق تفسير أسباب تفشي مرض معين في منطقة ما. ليه في أفريقيا يظهر بعض الأمراض زي مرض الكوليرا؟ ليه ظهر أمراض زي اللي احنا في الحديثة مرض أنفلونزا الطيور، مرض أنفلونزا الخنازير، الأمراض اللي كورونا اللي احنا فيه حاليا؟ ليه ظهر بيقول لك في الصين وبعد كده انتشر منه لجميع انحاء العالم؟ يبقى اقدر اعرف تفسير اسباب تفشي مرض معين في منطقه ما. مش بس كده، تحديد المناطق المخدومه او المحرومه من الخدمات الطبيه والصحيه واعاده تخطيطها وتنميتها. مش انت عملت مدن جديده لسه قايلين زي مدينه 6 اكتوبر، مدينه العاشر من رمضان، مدينه العبور، مدينه السادات؟ طيب انا عايز اعرف فين الوحدات الطبيه والصحيه الموجوده في تلك المدن. عن طريق مقارنه الصور الجويه للمدينه اقدر احدد توزيع المناطق الصحيه، واقدر اعرف فين المناطق المخدومه اللي فيها وحدات صحيه وفين المناطق المحرومه اللي ما فيهاش وحدات صحيه، لان بيبقى في قرى بعيده ما فيهاش وحدات صحيه، من هنا اقدر احدد المناطق المحرومه واعمل لها وحدات صحيه تخدم السكان اللي عايشين فيها، عشان السكان ما ينتقلوش بالمريض لمسافات بعيده تاثر على حياه المريض. يبقى من هنا اقدر تحديد المناطق المخدومه والمحرومه من الخدمات الطبيه والصحيه واعاده تخطيطها. ثالث نقطه، إدارة الإسعافات الطبية الطارئة من خلال تحديد أقرب وحدة إسعاف إلى مكان الاتصال المبلغ عن الحادث، عشان أعرف الطرق وأقصر الطرق للوصول إلى الحادث، أو أعرف الطرق البديلة للوصول إليه. زي ما أقول مثلا حادث على الدائري، أقدر أن أنا أوجه الإسعاف فين في أي منطقة من الدائري، فين أقرب وحدة إسعاف، وعبال ما توصل إلى المكان اللي فيه الحادث هتاخد إيه أكثر الطرق اللي ياخدها الإسعاف، وإيه الطرق البديلة لو كانت الطرق دي فيها حاجة. يبقى من هنا أقدر أتعرف على وحدة الإسعاف والطرق والطرق البديلة وكيفية الوصول للحادث. من هنا يا أولاد يبقى خلصت الدرس الثاني في الوحدة الأولى اللي بتتكون من درسين، مدخل لدراسة علم الجغرافيا البشرية، وبنتعرف في الدرس الثاني على التقنيات الحديثة في جغرافيا التنمية، وهناك تدريبات هتنزل لك هتحاول تحلها ونناقشها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.